فلاش سبور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. البارح كان الموعد مع مقابله الدفعه الثانيه من جوله السادسه ذهاب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. البارح التعادل 1-1 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين نادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الرياضي الجرجيسي اللي سجل اولى هدف المباراه عن طريق اشرف الجابري في الدقيقه 24، ونادي الرياضي الصفاقسي كان عادل النتيجه في الدقيقه 90 عن طريق هيثم العيوني. في المقابل قبل هدف هيثم العيوني روبن إيباتش كان ضيع ضربة جزاء. في ملعب مصر بن جنات بالمناسير البارح الاتحاد الرياضي المناسيري كان فاز على القوافل الرياضية بقفص هدفين مقابل صفر. أهداف الاتحاد الرياضي المناسيري سجلها حازم المستوري في الدقيقة 47 وفابريزي جي في الدقيقة 78. في ملعب باردو الملعب التونسي فاز على مستقبل جابس هدفين مقابل هدف. أهداف الملعب التونسي سجلها كل من يوسف أمرو من ضربة جزاء في الدقيقة 26 وبونير موغيشا في الدقيقة 70. في المقابل أسامة النفاتي كان ذلل الفارق في الدقيقة 71 لفريق مستقبل جابس. في هذه المباراة بلال ماجري أهدر ضربة جزاء للملعب التونسي في الدقيقة 22. وفي ملعب سليمان تعادل 0 مقابل 0 بين مستقبل سليمان وفريق اتحاد بن قردان. يوم السبت كان الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلة هذه الجولة السادسة في ملعب مجاز الباب. التعادل 1-1 في مباراة الأولمبي الباجي والنادي الإفريقي. سجل الإفريقي بلال أيت مالك تيك 15 والتعادل بالنسبة للأولمبي الباجي عن طريق اسكندر الصغير في تيك 54. مباراة شهد تقصى لعب النادي الإفريقي بلال أيت مالك. ملعب المتلاوي تعادل 0 مقابل 0 بين نجم المتلاوي والنجم الرياضي الساحلي. في الملعب نجيب الخطاب بتتوين شبيبة العمران عاد بانتصار ثمين 3 نقاط ثمينة أمام اتحاد تتوين 4 أهداف مقابل 2. أهداف شبيبة العمران سجلها غيث بن حسين تيقة 12، أحمد الحاضر تيقة 16، هيثم الخميسي تيقة 31 وخالد البصعادي في تيقة 82. في المقابل أهداف اتحاد تتوين سجلها حسني قزمير تيقة 77 ونذير عبد بي في تيقة 80. في ملعب حمد العقربي بيرادس يوم السبت التعادل 0 مقابل 0 بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. وياسين مرياح كان أهدر ضربة جزاء في هذه المباراة للترجي الرياضي التونسي. ترتيب في الصدارة الأولمبي البيجي في الصدارة المركز الأول برافو الأولمبي البيجي 16 نقطة دون هزيمة لحد الآن 5 انتصارات وتعادل. المركز الثاني كل من النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري 14 نقطة. المركز الرابع ترجي الرياضي الجرجيسي والملعب التونسي 13 نقطة. المركز السادس شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي 9 نقاط. المركز التاسع نجم المتلوي ومستقبل سليمان 6 نقاط. المركز 11 نجم الساحلي ومستقبل جابس 5 نقاط. المركز 13 اتحاد بن قردان والنادي الرياضي البنزرتي 4 نقاط. المركز 15 اتحاد تتوين 3 نقاط. المركز الاخير للقوافل الرياضيه بقفصه 0 من النقاط. برنامج الجولة السابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت القادم 2 نوفمبر. كل المقابلات ما 9:30، 3 مقابلات نحكي ما 9:30. اتحاد بن قردان يستضيف الملعب التونسي، مستقبل جابس يستضيف نجم المتلوي، وشبيبة العمران يستضيف فريق مستقبل سليمان. في المقابل مباراة تنطلق مع 4:30 النادي الإفريقي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري، مباراة قمة بين الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب حمد العقربي بيرادس. يوم الأحد 3 نوفمبر الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات القمة، مباراة منتظرة في ملعب سوسة بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي، مباراة تنطلق مع 9:30. باقي المقابلات كذلك في نفس التوقيت السي اس اس يستضيف الأولمبي الباجي، كذلك قمة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، والقوافل يستضيف اتحاد تتوين، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. في بلاغ صادر عن النجم الرياضي الساحلي رسمي يوم السبت 16 نوفمبر القادم الموعد مع
الجلسة العامة الانتخابية للفريق. قبل الجلسة العامة الانتخابية سيكون الموعد مع الجلسة العامة العادية للفريق يوم 5 نوفمبر القادم، سيفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة لدى الكتابة العامة. بطولة الرابطة المحترفة الثانية البارح كان الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية في المجموعة الأولى، 0-0 في مباراة النجم الرادسي وهلال مساكن. نفس النتيجة 0-0 في مباراة نادي حملنف ومستقبل المرسى. في المجموعة الثانية كوكب عقارب الانتصار الثاني على التوالي يأتي خارج القواعد البارح أمام بعث بوحجلة، هدف مقابل 0. نسل جلمة فاز على الملعب الجابسي 2-0. مستقبل القصرين فاز على هلال الرديف 0-0. وأمل جربة نادي حميحيط قرقنة فاز على أمل جربة 3-0. ترتيب في المجموعة الأولى صدارة جمعية ميغرين 6 نقاط، والترتيب في المجموعة الثانية صدارة لفريق كوكب عقارب ومستقبل القصرين، كل فريق عنده 6 نقاط. في كرة السلة البارح كان الموعد مع مقابلة الدفعة الثانية للجولة 9 الذهاب للبطولة الوطنية البرو أ. نجم رياضي ساحلي فاز على نادي كرة السلة بالمهدية 93-66. نجم حلق الواد فاز على شبيبة المنازة 96-82. والدالية الرياضية بجرومباليا يحقق فوز أمام النجم الرادسي 87-70. ترتيب في الصدارة نادي الإفريقي 17 نقطة، المركز الثاني شبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنصيري والنجم رياضي الساحلي 16 نقطة، المركز الخامس دليا رياضية بجرومباليا ونجم حلق الواد 13 نقطة، مركز سبعة اتحاد الأنصار 12 نقطة، مركز ثامن نادي كرة السلة بالمهدية وشبيبة المنازل 11 نقطة، والمركز الأخير للنجم الرادسي 10 نقاط. من أخبار الدوليين، ثنائية ليوسف المساكني البارح مع فريقه العربي القطري، يوسف المساكني فاز في مباراة أمام قطر 4-0. أسيست لعلي العابدي جي بي هدف التعادل البارح لفريق نيس أمام موناكو في مباراة القمة، وعلي العابدي مع فريقه فاز على موناكو في المباراة 2-2. كذلك أسيست للياس الصخيري مع فريق أنتراخت فرانكفورت الألماني، كان تعادل مع إنيون برلين 1-1. ومحمد الحاج محمود هدف البارح مع لوغانو سويسري. من أبرز المقابلات البارح في الدوريات الأوروبية شاهدنا مباراة قمة بامتياز. سي الحبيب تفضل محلية. مرحبا. انتر ميلانو واليوفي 4-4، كذلك قمة أرسنال مع ليفربول سي الحبيب 2-2 في البريمير ليج الإنجليزي. هكا نكملوا فلاش سبور، عنده ما يضيف سي الحبيب قبل اخبار نشرة اخبار الثامنة. شكرا خالد، العفو، بالتعاون مع قسم